تاني اشي رح تطلع عندي الشاشة الافتتاحية، تمام؟ هلا زيك زي الموبايل، لما اجي انا بدي اشغل جهازي بتطلع لك هاي الشاشة صح؟ بحكي لك دخل اليوزر نيم، عفوا دخل الباسورد عشان تدخل انت على جهازك صح؟ ونفس الاشي هاي الشاشة بتطلع عندي لما اجي اشغل جهازي بحكي لي دخل الباسورد، تمام؟ عشان تقدر تعمل لوج ان وين على الجهاز، يسمح لك انه بالدخول والعمل على الجهاز. واخر اشي بتطلع عندي انا شاشة سطح المكتب، هاي الديسك توب شايفينها، هاي الديسك توب، تمام؟ هلا حكينا يطلق على الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل الويندوز، وهي ايش؟ سطح المكتب. اذا هاي الشاشة الرئيسية لها شو هي؟ سطح المكتب، مش هي الشاشة الافتتاحية، تمام؟ الشاشة الافتتاحية هي شاشة تسمح للدخول على الشاشة الرئيسية لنظام الويندوز وهي سطح المكتب. طيب هلا بنيجي نحكي على استخدامات الفأرة. هلا كلنا بنعرف انه الفأرة بنستخدمها لتنفيذ معظم الأعمال في نظام الويندوز. في عندي يعني أسهل إشي عشان أتعامل مع نظام ويندوز هو عن طريق استخدام الفأرة. بالعادة الفأرة إلها بإمكاننا التحكم بنظام التشغيل من خلال الفأرة اللي حكينا ولوحة المفاتيح، ولكن الأسهل للاستخدام هي الفأرة، تمام؟ إذا أنا عشان أتحكم بنظام التشغيل في عندي معدين بستخدمهم، ألا وهما لوحة المفاتيح والفأرة، ولكن الفأرة هي الأسهل للاستخدام. الفأرة هي الأسهل للاستخدام. وصف للفأرة، كيف إحنا بنستخدم، أو عفوا وصف الفأرة. إذا بنلاحظ هون شكل المؤشر، تمام؟ إنه هو عبارة عن سهم يتجه إلى جهة اليسار، بيتجه لجهة اليسار، تمام؟ يعني بيكون مائل لجهة اليسار. هلا يمكن أن يتغير شكل المؤشر الفأرة عند تنفيذ بعض الأوامر أو حسب المكان الذي يظهر فيه على الشاشة، تمام؟ هلا مثلا أنا عم باجي بحرك المؤشر أنا هون مثلا على السكرول بار. السكرول بار هو شريط التمرير اللي بيطلع وبينزل، تمام؟ بنلاحظ إنه إيش مال المؤشر بتغير، تمام؟ أو مثلا بدي أجي، أنا كنت فاتحة صفحة ويب، تمام؟ وفي عندي كلمة ملونة أو تحتيها خط، باجي بحط المؤشر عليها بتصير هاند، بيصير شكلها هاند زي هاي الإيد، تمام؟ مثلا لما أجي أنا بدي أحرك الشاشة عندي أو أكبر وأنقلها عملية نقل، تمام؟ بصير عملية النقل بصير شكل السهم رباعي الرؤوس، بهاد بخليني يعني أنقل الشاشة من مكان لآخر. هلأ هدول الأربعة من هون لهون هدول عبارة عن عملية التكبير والتصغير، تمام؟ عملية التكبير والتصغير. أنا عم بعطيكم أمثلة بسيطة كأشكال، تمام؟ هلأ هاي الزائد عبارة عن تكبير، وهاي الناقص عبارة عن تصغير، تمام؟ أشوفوا هون مثلا هلأ إذا باجي هون بدي أكبر، هلأ هون مثلا شوفوا كيف السهم صار يامس ثنائي، شايفينه؟ بكبر وبصغر، شايفين؟ هلا هون لأعلى ولأسفل اللي حكينا عنهم شكل الفأرة. هي إذا صار شوفوا السهم رباعي، شوفوا كيف عم بغير المكان. هاي بعض الأمثلة على مؤشر الفأرة كيف بيتغير، تمام؟ نكمل. هلا نحكي عن أزرار الفأرة، تمام؟ نحكي عن أزرار الفأرة. هاي هون كمان المؤشر كيف عم بكبر، شايفين عندي الهاند. هلأ تمام نجي هون، هاي الليزر، تمام؟ هلأ نيجي هون، هلأ الفأرة غالبا زران، تمام؟ كم زر في إلها؟ زرين، تمام؟ هاي هم أيمن وأيسر. هاي أنا عندي الزر الأيسر الأيمن، وأنا عندي هون الزر الأيسر. كلنا بنعرف هاي عبارة عن الفأرة، تمام؟ اللي هي الماوس. الماوس بتكون من أربع أجزاء: الواير اللي هو السلك.